2027 ما عدا مازال في شهر رمضان تعدى خفيف برشا رمضان السناء ويتعدى اخف كي يحضر معنا كما كل حلقه شيخ حموده. شيخ صحة شريبتك مرحبا. الليلة ليلة 27 سيدي الشيخ ليلة 27 نحكيو على ليلة القدر. ليلة القدر نعم، وسورة القدر احنا في القرآن فيها خمسة آيات عدد الخمس صلوات، فيها 30 كلمة عدد الأيام تاع رمضان، فيها 114 حرف عدد السور تاع القرآن. سلام هي كلمة هي عدد 27، على هذاك قالوا ليلة 27 نجم تكون كان فيه هي مادام هذا حسب الاعجاز العددي هكا نوعا ما. سوره القدر هذه فيها ثلاثه مرات ذكرت ليله القدر، ورمضان اوله رحمه اوسطه مغفره واخره عتق من النار، و30 جزء القران كانه فما ترابط ماهوش عادي. انا هكاك حاجات انتبهت لهم وحدي، معناها قلت شنو هي، علاش خمسه ايات، علاش 30 كلمه بالضبط، علاش 114 حرف، وربي سبحانه وتعالى كل شيء خلقه بقدر وكل شيء بالميزان. اهم حاجه في القدر ذي، خاطر العباد الكل يسخيبوها برومسبور ولا باش نشد حاجه، معناها اهم شيء انها خير من الف شهر. كي نقولوا خير من الف شهر برشا عباد يحسب يقول لك 84 سنه وثلاث، لا، خير معناها المليار خير من دينار، مش معناها الدينار المليار هو دينار و100، المليار خير عند الله صحيح برشا. أهم حاجة في ليلة القدر هو أنك يكون قلبك سليم، الشحناء والبغضاء والكره والحقد، قد ما تصلي، قد ما تعمل حسنات، قد ما تصدق، الصندوق فيه مشكلة، الكونيكسيون مقصوصة إلا من أتى الله بقلب سليم. وربي سبحانه وتعالى يغفر لكل الناس إلا من في قلبه شحناء وبغضاء. يا بيا يا حسن كلم بيا زوز ودي كلم بيا يهديك الشيء. كل عمر فيا على عبيد ويقول لي فلان وفلتين يلزم من ناحيه والشحناء والشحناء يلزم الشحناء والشارج يعمل في الشارج واحد بغضاء والاخرى شحناء ويلزم واحد يشحن شويه ساعه ساعه. عندي بحذيك يا محسن مثال، خل عدي ليله القدر برشا عبيد يسالوا هذه عندها امر ليله القدر ما نعملوش الشحناء هذه نظف ليلتها اي بالحرمات انت عاد قبل اعتقد فقط ثلاثة خلي كمل وعندي ثلاثة أربع أسئلة في السريع جدا فيسا. احنا برشا عباد يسألوا يقول لك عندها أمرات، ربي سبحانه وتعالى كي ينحي الأمرات راهو ينحي على الناس الكل. صحيح. ما يجيش يقول في عهد الصحابة ما عندهمش أمرات وإحنا يوليوا عندنا أمرات. عادل سبحانه ومعظم شانه. وقت اللي أخفاها أخفاها معناها ليلة. متفاهمين في حاجة. هي ليلة في الأيام الفردية. الفردية وترية معناها شنو هو؟ معناها ليلة 21 ليلة 23 مش بالضرورة هي الليلة 25 صحيح ليلة 27 ليلة 29 معناتها تنجم تكون الليلة يا مثلا ليلة العيد مثلا عادي جدا. والحاجة المهم حكيت ان وتنجم تكون سبقت لأنه عشرة تنجم تكون سبقت والإنسان عليه هذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة أيام التمسوها، معناها التمسوها معناها كل ليلة تشد تعمل حويجة. يقول لك ما ينبحوش فيها كلاب، مش صحيح، ما الشمس تطلع درك كيفاش، هذوما كلهم حكايات تعاملوا كتبوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم باش يلهيوك، تقعد تلوج انت على الشمس وتقعد تعس الكلب مبحها ولا مبحش، مالك ومال هذا الكل؟ انت ما خسر حتى الشيء، يجي العشر ايام الاخرانيين اخدمهم توكل على ربي. الله الله عليك ما عليك والاستغفار هذا هو شيء يلزم الاستغفار التوبه، ويزمك تسامح باش ربي يغفر لك. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ صعيبه راهو انك تسامح عبد يسائلك خاصة هذايا، خاصة هذايا سيدي الشيخ، خاصة بيا وحسن. لا لا حتى ما غادي زاد عمار، لا عمار قلبه صافي ان شاء الله. القلب اي يعني كان يا شيخ، يا شيخ كان مسألة عملية رهان. صلي على النبي ما نحكي عليه هكا يقول هو. لا 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 ما قلتش هكا، ترى قولنيش ما قلتش. كل ليلة ربي سبحانه وتعالى يقول هل من مستغفر فأغفر له. نعم. هي أكثر منها بروموسيون، أكثر منها رهان. بروموسيون معناها كيما نقولوا تصب دينار تلقى 70 دينار. ربي سبحانه وتعالى في رمضان يحب يقبل أكثر، يحب يغفر لأكثر عباد، يحب يسامح أكثر ناس. ربي ما خلقناش باش يعذبنا، قاعدة حطها سي حسن هذه. هي ليلة ختم القرآن وهي ليلة نزول القرآن. وعظمة الموضوع كله يدور حول الكتاب العظيم المقدس، ونحن أمة اقرأ لا تقرأ.
ان شاء الله ربي علمنا وان شاء الله نوليو نقراو. بارك الله. نحب انا نتعدى الاربع اسئله المهمين اللي باش يسالهم. منهم السؤال الاولاني ديجا سالناه توا، معناتها هل هي ليله معينه ولا ليله من الليالي الفرديه؟ دونك جاوبتني عليهم. باهي، كيفيه الدعاء في الليله هذيا؟ وقتاش الدعاء يكون الافضل؟ يقول لك هل هو في الثلث الاخير من الليل؟ معناتها جوست قبل الصبح. شوف شوف، النبي صلى الله عليه وسلم سالته السيدة عائشة، قالت له انا كي نشد ليلة القدر شنو ندعي؟ قالها قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. دعاء سامبل للناس الكل، معناها في الاخر كان نجم يقولها قولي ايماني، اعطيني حجة، اعطيني فلوس، وجهنا النبي شنو المطلوب منه ليلة القدر، شنو باش عم بها ليلة القدر؟ طلب العفو، وكي واحد ربي يعفو به تنتهي امور الكل، مشاكله الكل. اي حاجه تجي خلف عفو ربي ما تسوى حتى شيء، معناها قداش باش يعطيك ربي حاجات وهو غاضب عليك اش باش تعمل بهم؟ وكي يبدا ربي عافي عليك ومانعك من كل شيء اش تندب بهم؟ مع صحيت العفو، وقتاش ندعي بالعفو؟ في كل وقت. اما فما اوقات ربي سبحانه وتعالى يكون الدعوه تكون مستجابه اكثر، وقت شقال الفطر، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في الثلث الأخير من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون قبل السحور بشوية. خاصة أهل الله اللي يسهروا في الليل، فهمتي، في الساعة الأخيرة قبل الصبح هذيك. صحيح، التهجد هذاك يصلي ركعتين وكذا، أما باهي أنا ما نجمش نقوم وقتها، هل ربي ما يقبلش عليا؟ واحد كيما سي حسن باش يحب يصلي العشاء ويدعي ويرقد، يقبل عليه. يقبل طبعا. ربي يقبل في كل وقت. طبعا. أحسن الأوقات. عفو عفو يحب العفو. ونحن العفو كتب على نفسه الرحمه سيدي حسن زاد مكتوب عليه حتى حد ويحب يحب كلمه اجباني هذا بحذايا هو اللي يقول شيء يحب العفو معناها اطلبوا منه قد ما تطلبوا منه راهو باش يزيد يعفو بكم ربي سبحانه وتعالى احسن دعاء واحسن وقت للدعاء يا سي عمار كي يكون صادق من القلب تنجم تقوم انت في السحور وقلبك معبي بالشحناء وبالبغضاء وقلبك مش متوجه لله مش حكايه وقت حكايه حضور انت وقتها دعيت من قلبك ولا ما دعيتش نعاودوا نرجعوا للقلب السليم ان الله حي يا سيد الشيخ يستحي ان يمد اليه عبده يديه فيردهما خائبتين مستحيل هذه من كرم الله هو رمضان كريم يسميه علاش لانه ربي يستجيب فيه الدعاء ادعي قد ما تحب اما ما تدعيش لنفسك فقط راني ادعي لي كل قد ما تعمم الدعاء قد ما نكملوا الفقره بدعاء صغير سيد الشيخ كان تحب معناتها في ليله فضيله كما اليوم دعاء صغير ان شاء الله ربي يتقبله منا ومن الساده المشاهدين كل شيء نجم ندعي ونقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا امين اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت اصرف عنا ربنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كلنا ولا تكن علينا أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا جد علينا إنك أنت الجواد الكريم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم راجع بنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم عافنا واعف عنا تقبل صلاتنا تقبل صيامنا تقبل دعاءنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وراجع بنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله ربي يتقبل منا بارك الله فيك تحية كبيرة برشا لكم أنتم تحية للميغالو
ما زالش تقابلوا ليله العيد عادي. اي مونس من وجهه تحيه للجبه. اي سيدي الشيخ تدل. العرفاوي في تستور سبونسور نتاعي احسن جبه اللاعبين يسلوا فيها عجبينهم في محلاهم. سيدي علي العرفاوي بحذا جاي مع تكي وتلقاه مقابلته امنه تبيع في النواصر وتبيع في الحلال وتبيع في المحمص. ياسر حلال المحمص. ياسر سلمنا علينا وملتقانا ليله العيد سيدي الشيخ يعطيك الصحه. زيدون تحكينا على مسرحيتك اللي ان شاء الله تكون عندها عروض في تونس ولا ما عادش تكون نجم في تونس؟ نورمال ما اي ما توا مازلنا يعني احنا سبب المسرحيه انه فما المسرح الناطق باللغه العربيه في امريكا الشماليه مش موجود برشا يعني فما برشا المسرحيات تجي جينيرال ما مسرحيات السكسي يجيو من تونس ولا من بلدان اخرى باش يعرضوا لبنان وسوريا وغيره. اما احنا حبينا انا ورامز الاسود ممثل سوري حييه ديجا وشادي مقرش ثلاثتنا حبينا نأسسوا الحاجة وعملنا العرض الأولاني اللي لقى نجاح باهي ومن بعد هو مشى يصور وأنا جيت نصور دونك توا ستاند باي نرجعوا نتقابلوا ونعملوا بلان تاعنا. مش تعرضوها في تونس ولا؟ أكيد يعني ما نوصيك بالله وين فما عروض في تونس كنا نجيو معاه. أكيد مرحبا. والبوبليك إذا كان جيت البوبليك معايا كله بعض خاصة عربية في المدرسة الموسيقية. يلزم خويا نجيو نتفرجوا في صديقي وزيد. أيوة مسرحية مسرحية يعني هو كاتب بولونيا ما هي يعني قريبة للناس الكل سيرتو هي اللي اسمها المهاجران احنا خدمناها تكست بولونيا ما خدمنا انا بالدرجة التونسية ورامز بالدرجة السورية دونك عملت ميلانج حلو ميلانج حلو وال مش بالعربية لا مش بالعربية فصح كل واحد بلهجته بالتونسية ترجمنا للعربية ومن العربية اخترنا ان نعملوا كل واحد بالدرجة نتاعو خاطر اقرب لل المتلقي اقرب يولي والعباد يستيدونتيفي اكثر بال أي. يا سيدي نستناو العروض ان شاء الله باش نجيو نتفرجوا فيك بالرسمي زيدون محليك صديقي كيما فرحان زاد السي المنصف تبارك الله راه السي المنصف معناتها عمل برشا ادوار ما هل تحس اللي دور السنة كان مختلف؟ طبعا كان مختلف دور فلوجة دور المنصف التركي كان دور حامل الأشياء عدة وقد ما حمل برشا الضغط هذاك الكل وسي كان ما يتكلمش كان متنزيه كان صعيب انك باش تحرك شخصية كيما هكاك أصعب مشهد صورته أنا هو هذا كان بالرسمي استنزف منك طاقة كبيرة برشا والله شوف المشاهد نتاع الأدوار هذه عادة أنا نتصور مشهد نتاع الصندوق الصعب في تقريبا في كل المشاهد علاش في كل المشاهد لأنك أنت تخدم شخصية مركبة كيما هكاك ماكش ديجاجي تنجمش تعيط وتنفعل له كل شيء هذاك الصعب وتولي شخصية سونسيبل معناتها كي باش تحرك البيرسوناج تبع سي زياد يفهم لك اللي نحكي فيهم كي باش تحرك البيرسوناج هذيك بكز الفيانة بالحساسية هذيك صعيبة على الآخر طيب كان في حاجه واحده اخرى تعيط تجري تسيح كل شيء تبدا اسهل للممثل فهمتني وانا كنت محظوظ خاطر صابسن تعرف مليح ديريجي كيفاش ديريجيني كذلك ريم وقفوك عبيد في الشارع اللي نحييها مقابل يقولك شبيها بنتك هكاك برشا يقولك راهو بنتك راهو شو جرالها انت في بالك برشا راهي بنتك متخبي حذاني يظل السعد عندك شفناها على موتور شفناها على موتور كل يوم وحاجه واحده اخرى ساهم في قلت لك في نجاح الادوار هذيك اللي هي حساسه شويه اذا تخدم مع بارتنير باهي بارتنير فهمتي سونسيبل معاك يعدل عليك في الطون في التيمبو في التوناليتي كيفاش يكون معاك حي ويكون معاك حاضر دونك انا كنت محظوظ من الناحيه هذه نحيي قلت لك فنان الكبيره ريم الرياحي نحيي اكثر حاجه طريفه عرضتك في الشارع شنو؟ كان وقفك حد قال لك حاجه اللي بالرسم انتبهت والله انا ارتكبت خطا فظيع اول ما حال تفاعل عادي للناس هزيت معايا بنتي ياسمين مشيت لسوق الجمعه في بالي ناسي الهدره ناسي الهدره معناتها زونك ساعه واربع وانا مازلت ما دخلتش للسوق روحت من برا جبت ما روحت بالمجد معناها دونك قال لك راهي بنتك رانا ريناها مع شوين برشا في برشا تفاعل مع العباد وبرشا محبه وبرشا كل واحد كيفاش بطبيعته معناها هكاك فهمتني واللي يحب يصور واللي يحب يشد معناها بالمجد خويا وبنتك قداش عمرها؟ بنتي في الدنيا عمرها 11 عام 11 سنة معناتها فاهم الرول انا عندي ثلاثة بنات اما ذيك الكبيرة 11 سنة ان شاء الله ربي يفضلهم الكل معناتها فاهمة الدور فاهمة الرول بنتي بين قوسين فاهمة الدور وفاهمة الرول وممثلة عملت معي في مسرح الطفل وعاملة زوز أفلام بالمناسبة فيلم مع هند بوجمع وفيلم مع بلال بالي اللي نحييهم كيف كيف معناتها مش غريب عليها الأجواء انا علاش سألتك السؤال خاطر كوثر
كوثر مثلت معاكم ومثلت ام نوح معناتها زميلتكم كوثر وصديقتنا كوثر، قالت انا ولادي ما نخليهمش يتفرجوا في فلوجه. هل انت ولادك خليتهم يتفرجوا في فلوجه ولا؟ اي طبعا. ما نعرفش علاش ما يتفرجش في الفلوجه. هي قالت مش عمرهم، مش نتاع العمر نتاعهم. في بتات اذا كان ثم مشاهد تحتم عليك انك ما يتفرجوش ما يتفرجوش، فهمتني؟ لكن راهو في الفرجه في العمل الفني ربما يربي معناتها يختصر عليك برشا كلام وبرشا حديث وبرشا اشياء اللي انت بتات تتحرش حتى باش تحكيهم مع صغارك ولا ما تلقاهمش الوقت ولا حتى يفوتوك. هي المشكله الكبيره والحاجه الباهيه في العمل بين قوسين. هي مشكله كبيره في جوستومون في العمل اللي حطت عليها يدها سوسن، واللي هو سيان تابو اليوم في المجتمع ما نحكيوش فيه برشا، هو كيصير خطا بين قوسين. من نوع اللي صار مع رحمه ما يتحكاش فيه والعواقب تكون وخيمه اكثر من اللي كان يتحكي فيه. معناتها هذه اللي كان حكيت لبوها وامها يمكن كانت تكون كان يلقى حلول خير برشا. وهو اكثر من اللي جرى معناتها. وهو هذاك المقصود، خاطر ثم برشا حاجات احنا عندنا نسميهم دي تابو في مجتمعنا التونسي ما نجموش نحكيو فيها كعائلات، ثم كالمسافات هذيك وبرشا قدر وكل شيء، حاجه باهيه ماهيش خايبه ناكدوا عليها ونزكيوها، فهمتني؟ لكن كي تعداو الميساج فهمتني من خلال اعمال كيما هكايا توفر بتاتر على الوالد فهمتني ولا الوالده مهمه انه باش يمشي في حديث كيما هكاك يخجلوا منه صغار وهما وجوههم تحمر، على الاقل ياخذوا العبره والدرس بمشهد كيما هكايا ولا فيلم سينما والا مسرحيه ولا حاجه كيما هكا. وديجا مش التابو هذاك برك اللي ماسوا المسلسل بوكو برشا حاجات اخرين، فهمتني؟ للناس اللي ما تعرفش، الناس ما تعرفش المخدرات حتى ما شافوهمش كل شيء ينتبهوا. عم حسن انت مع انه العلاقه بين مع الابناء يزم تحكيوا في كل شيء، يزم تتناقشوا في كل شيء، ويزم يكون فما علاقه ثقه زاده موجوده، ما اكثر من علاقه خوف هكاهو. نحن يا اخي يلزم الواحد يسال عن دينه الى ان يقول مهبول، يلزم يسال على كل الشقيقه والرقيقه، والصغار يلزم يتعلموا يعني يفهموا الدنيا هذه اللي هم فيها بتفاصيلها، اجسادهم والعالم الخارجي والعالم الداخلي ايضا بحذا وام. نحن يحكي على التابو، التابو هو المحرمات هكا ولا؟ اي نعم. اذا يعني التابو انا نتصور من خصال ربما هذا المسلسل انه كي يتعرض لتابو ما يتعرضلاش بعقليه يعني قديمه، تعرفش معناها لتابو يعني في الشرق يقتلوا على الشرف راه. يعني تخوه ما فماش كلام، لا سماح لا رباح لا الانثى لا الذكر. في حين انه شيء يعني العجيب في المجتمع التونسي عنده هالمرونه هذه في التعاطي مع انحرافاته الشخصيه معناها، فهمتني؟ هكا ولا؟ الى حد ما اي. تقول الى حد ما اي. لكن تقبلت الهدره يعني ومشيت معاه. لا لا الى حد ما هي ما مش في الشرق بركه، راهو سامحني سيدي حسن راهو مش في الشرق بركه الهدره دي، في الشرق بركه حتى في المجتمع التونسي. انا مش نحكي تويك على الحاضره وعلى العاصمه، في بعض المناطق في داخل الوطن ما تتمسش الحكايه هذيك، لا سبيل اليه. العائله اللي سيادتك يعني تمثلها في المسلسل تمثل اي شريحه من المجتمع؟ ما هو بالنسبه لهم جهات يعني ينطبق عليهم مساله في المسلسل من نوع العائله اللي انت خدمت يعني بالنسبه للتابو هي عائله هذيك نموذج او نموذج، فهمتني؟ مثل شريحه معينه من العائله التونسيه، فبالتالي التابو هي المحرمات والمسكوت عنها. شو اللي فهمته انا اللي النموذج اللي يحكي عليه يمكن سي حسن وانت قل لي كان غلط ولا صحيح، هي العائله تخم تستر على بنتها ساعه وخايفه من الفضايح نتاع المجتمع قبل كل شيء. اي معناتها ما اعطيها ساعه صارت مشكل صارت شنو يزم يعرسوا الساعه وتوفى الحكايه لانه حاسس. وهذا اللي رسخه القانون 52 وهذا اللي رسخه المشرع في وقت من الاوقات في القانون التونسي. بيان سور. لكن تبدل من قانون 52 عام 2017 معناتها التنقيح الاخرين اللي صار، فانه حتى في صوره الزواج فانه هذا لا يمنع العقوبه السجنيه. طبعا. معناتها يعرسوا يقعد في السجن، لانه بعض المحامين اصدقائي اكدوا لي انه بعض القضاة مازالوا يقول لك تفاديا لمشاكل اجتماعيه فانه يعرسوا خلافا القانون الجديد نتاع 2017، يقول لك يعرسوا ويخرجوا زاد كيف فما بلايص ما يقبلوش، دونك الفضيحه وتتلموا ما عرفش شنو يعرسوا وتوفى الموضوع. ولو انه قلت حسب القانون الاخير فانه الزواج لا يلغي العقوبه نتاع 5 سنوات، راه 5 سنوات العقوبه. اما مش عاديه، شنو معناتها تعرس لها براجل تحطه لها في معناتها مش هو مغتصبها، هو مغتصبها معناتها مغتصبها علاش؟ بلا سامحني لحظه، لا انتم تحكي نحكي على حاجتين مش كيف شوف، فما فرق بين الاغتصاب وبين مواقعه انثى دون رضاها سنها ما بين 16 و 18 عام. أن نحكي لكم على اللي صار في المسلسل، التهمة اللي توجهت للشخصية هي مواقعة أنثى برضاها عمرها بين 16 و18 سنة، معناتها وهذا الكالي كان موجود، فإنه حتى كان يعرس بها من بعد، فإنه هذا لا يمنع العقوبة بخمسة سنوات سجن.
معناتها مش نحكي على اغتصاب برضاها هي راهو مش برضاها بين قوسين في المستشفى اللي تم استدراجها من خلال ماده مخدره نحكي على الوضعيه الاولى اللي وقتها مع نضال وقت اللي فقوا بها العائله وقالوا له لازم تعرس بها قبل وكتبوا صديق نحكي على الوضعيه الاولى مش على الوضعيه الثانيه اي فهمت شخصيه ابراهيم معناتها الوضعيه الاولى مش الوضعيه الثانيه هي اللي نحكي عليها هل موجود هذا في المجتمع اللي تابوه هذوما اللي ما تحكيش فيهم ولينهم دمروا برشا صغار وبرشا دي جون معناتها مشاو وضاعوا فين هذوما مانيش نحكيو فيهم احنا في ديزيميسيون من التلفزيون التلفزيون الواقع مش قاعدين نشوف في اكثر في ديكا اتعس من هكايا في برامج اذاعيه يحكيو معناتها تعداو حدود اللي تابوه مش نحكي على هذا اكثر اللي تابوه اللي تابوه اللي من نوع هذا لا حياء في الدين ولا اللي كانت تحكي فيهم بين طفله وامها بين طفله وبوها بين طفل وبوه ما كانش نجم تصير وضعيه كارثيه كان معناتها اغزى كان اسهل كان حكيت لامها وبوها راهو من الاول اللي صار في الاخر وصار من الاول اما الخوف من الوالدين ساعات هو هو ما هو هيك علاش العمل الفني يقدم الوضعيه هذه بكل ما تحتويه من احراج ويطرحها هيك تتشاف وتكون حتى موضوع الحديث كما خلينا نحكي في 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 بلاتو كما انا كنت نحكي مع صغاري فهمتني في الاشياء هذه فتنشط الذاكره نتاعنا وتنبه الصغيرات باش ما يمشيوش في الثنيه هذيك وهي العواقب شنو تنجم تكون معناتها دونك جينيرالمون هكاك باه شنو رايك راني انا والله شنو رايي انا والله لي سوجي هذوما ملي انا صغيره امي ملي صغيره ديجا ريت موضوع الدروغ تقول لك ما فما حتى حد يمد لك حاجه تاخذ عايش بنتي خاطر نجم يكون فيها دروغ وتفسر لك شمعنى دروغ راهو هكا راهو هكا راهو هكا راهو عاقبه هكا اللي يمسك تحس مستو خايبه تحس ما تخلي حد يمسك الساعه هذيك انا ما كنت صعيبه معايا برشا وهي ديجا استاذه مربيه ديجا قبل كل شيء دونك تشوفي برشا حاجات زي كيف الصعوبه دي خليك تكذب عليك كذبات بيضه تفهي نتاع خاطر هي كانت صعيبه راه معناها حتى باش تمشي باتيسري قدام الدار لا ما لازمك تمشي معاها سينو لا توخر بالدرج تاكل تريح معناها كانت صعيبه كنت ما نجم نخبي شيء ديجا معناها كل شيء قدامها معناتها كانت تقريبا كيما ام كانت صعيبه برشا ماما مي تعرف افيك لو طون بعد كي كبرت وليت في الفاك عملتها كصاحبتي وليت نحكي لها كل شيء حتى كي طفل يحب يصاحبني ولا تضرب فيا ولا انا تضربت فيه نمشي نقول لها ماما راه وهكا 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 ونحكي لها لي ديتاي باش وليت مرتاحه وهي زاده مرتاحه معايا باش من بعد كي تقول لي راه فما غلط في الحكايه هذيا فما غلط وبعد استوعبت اللي بالحق تربيتها نفعتني برشا اللي وليت نعرف الغلط من الصحيح من بعد مي الخوف هذاك التو قعد لي منها هي ومن المجتمع ومن كل شيء عمل لي شويه عقد نفسيه مي الحمد لله بشويه بشويه وحدي نحكي كنت تفضل لو كان حكيت معاه في كل شيء اي انا نحكي معاه من غير خوف لا من غير خوف بون انا في البيريود دادوليسونس نتاعي اصلا كنت نخاف اني نعمل حاجه معني انا نخاف اني نوخر نخاف اني نعمل قهوه مع صحابي نخاف اني نعرف وليد معني ما كنتش حتى نصوحب منخاف فهمت قول بكشي هي تعمل لي حاجه تضربني تعمل لي حاجه تحرمني من حاجات حتى في لي ويكاند كانوا صحابي كل يخرجوا انا في الدار ولا نخرج معاها هذا راهو كله من بعد كنت وقت رانا شو بدها صاحبتي تخليك ولا ليه هذا بيتين انسى صاحبتك زاده تجيب حذاك يلزم تبدا عرفتك اللي ياسر كنت صعب فهمت انا نمشي بيت صحبت انا مي بارون كانوا صحاب برشا مي افيك دي ليميت نجم كنت نمشي نبيت بحذا صاحبتي اللي يعرفوا لي بارون كل اما لي طون شانجي من قبل مونتاليتي تاع قبل لي بارون صعاب سيتي بيان خاطر توا انا بيدي وقت كبرت قلت ميرسي اوغوزمون مي بارون كانوا صحاب معايا او موان جي دي فالور جي دي باز اما توا تلمون الانترنت انا يظل الانترنت حل وجوه المخاخ الصغار اللي امبوسيبل نبداو صعاب مع ولادنا كيما انا عندي ولدي في اون بلين ادوليسونس عمره 13 سنه نحكي معاه برشا و جو سوي تري كول جو بو با اتر كيما كانوا مي بارون قبل خاطر جو مو دي كان نصعب برشا معاه يفا بخوندغ توا دروغ ولات مصايبه معناتها لازمني نحكي معاه في لي سوجي تابو و ليميت جو في ترو يقول لي ماما راك تي ماما تو ني با ما كوبين ما ممكنش صاحبتي ولا ما بوت فهمت مي جو تروف كو لا كومونيكاسيون سي تري امبورتون اللي ما كانتش عندنا قبل مع نو بارون كان فما القدر والخوف توا نقص خاطر لي مونتاليتي اون شانجي الدنيا تبدلت وكل عمار انت تربيت على الخوف ولا على الحوار؟ والله تربيت على الحوار الحقيقه كان كان الوالد خاصه معناها ديما وبالاخص تخرج تسهر تقول بوك لا
من انا حوار تحكي عليك لا ما معناها في الحاجات امور شوف لا حوار سهريه هي حوار عمار السهريه وين يولد معناها باش نعمل لها طاوله واربع كراسي فما الحاجات الجراف اكثر شي مثلا جراف فما برجع دروغ جراف لا لا ما نعرف انت خطيك معناتها نحكي لك معناها المجتمع اللي نعيشوا فيه هك تشوف انت معناها لا 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 الدروغ جراف ما تمشي نسهر معناها عادي نمشي نسهر مع الاولاد هي تقول مانيش 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 نسرق ولا نخ هي تقول لبوك شوف ما تبداوش تخبيو في عين الشمس بالغربال باش نفسر لك الاولاد ديما ما يخافوش عليه كيما البنيه يخافوا عليها برشا فهمت وخاصة أنه البنية وين ماشي وين جاية كيكة تربينا الولد يبدأ من اللي يكبر شوية والله يربيونا كيف كيف أنا أخويا تويما زوز كيف كيف حتى كي يوخر يعملوا له عرق ممكن يمشي كور يوخر شوية سيء مسموح له ديما مسموح له بأشياء على خلاف الولد ديما مسموح له بحاجات باش يمشي تصور لكن الطفلة يحلوا لها موضوع معناه وطالة وربع كريس أنت إن شاء الله ربي سهل تولي عندك طفلة إن شاء الله ربي يرزقك بالذرية الصالحة هل تربيه على الحوار ولا على الخوف كيما رانيا ولا خوف مع العنف ما عنده وين يوصل مش عنف ما قلتش عنف قلت خوف عنف خوف عنف خوف كله كيف كيف ربيها اكيد على الحوار وعلاش نقرب لها نوليو اصحاب معناها تحكي لي كل شيء مين نحب نسال عم حسن كيفاش كبرت صغارك صعيب معاهم هذوليش صعيب انت اساليني قبل بابا بول انت لا اساليني قبل كيفاش كبرت انا انت كبرت هذا اهم ايه اما بلا انا كبرت عندي انا في عائله من عائله يعني شديد محافظه شديد المحافظه في الصيف بابا كل يوم يعطيني فلقه تسمع الفلقه عندي فلقه خاصه كل يوم كنت معاك كل يوم فلقه تقريبا كان يسمع الكلام برشا معناته من صغيره لا معناها لانه بابا يعني بابا قدوه في القريه قدوه يعني له هاله يعني دينيه وحضور يعني كذا كذا ويعني محدد لي المجال التحركي انا مقصر لي ياسر يعني مضيق عليا يعني مثلا عندنا البحر ما يحبنيش نهبط للبحر من القريه للبحر عندنا مثلا البير ما يحبنيش نعوم في الابيار نحن نعوم في البير كانت خوف تهبط تعمل بلونجون على بعد نبزك بلكي خاف عليك اي خاف علي اي هذاك وخاف عليا وكذا ونعرف جزائي يعني. نعرف انا هو يقول لي ما تعملهاش هذيك انا نمشي نعملها ونعرف من بعد يعطيني يحملك يحملني يحمله معناتها انت تمشي تغص وتجيب له الفلقه تقول له تفضل هو ما هو تعرف في الماء في البحر ساعات وما نمشوش البير بابا يذوق لي لحمي يعني يعمل بلسان يعرفني كل في البحر اذا يعني خلاص توب معناها الجريمة ولكن بابا يعني كان عنده اخلاق رفيعه جدا انا تعلمت منها مش بالكلام خاطر نحن نعاولوا برشا على الكلام وراو فما حاجه اخرى نحن انت ولادك ربيتهم هكاكا تقريبا بالفلقه زاده؟ لا الفلقه وين؟ يزور الحبس قال نعمل فلقه لا تو يزور يفكوهم لا لا بالمعروف اسمعني يا سيدي لمين ها وانت حطيت صبعك على الموضوع راهو الموضوع هذا اللي نتحدثوا فيه الكل لا يخرج عن الاعراف او المعروف المعروف عاشرهن بمعروف او فارقهن بمعروف المعروف شنو المعروف راهو معروف المجتمع هذا التونسي ماهوش بالضروره معروف المجتمع السعودي او المجتمع السعودي مش ما الاردن يعني المعروف والمعروف يتبدل ويتغير هذه مبحث اخر واضح به سي المنصف ما يعرفوش برشا اللي انت خدمت تاكسيست خدمت تاكسي خدمت تاكسي خدمت عديت وانا نقول ريتو لا ما طلعتش معايا كورس استغفر لا انت ما قلتليش انا والله من الحاجات الطريفه اللي صارت لي في حياتي اني نهار تخديت بطاقه الاحتراف نتاعي في مهنه التمثيل جيني نهار تخديت الرخصه نتاع التاكسي تقريبا بيناتهم حكايه اربع دراج جيني تليفوني تحصلت على بطاقه الاحتراف نتاعي مبروكه من مصر مبروكه التاكسي قداش عندك ما خدمش تاكسي؟ عندي برشا وش معناه بطاقه الاحتراف بالله؟ قبل ما هو كنا ناخذوا احنا كيتي ممثل يلزمك تمشي تاخذ بطاقه الاحتراف نتاعك. مش لازم تمثل بها. معناها يعني. بعد فيها قانون هذه اما تدخل خريج معهد عالي الفن المسرحي وتاخذ بعد بطاقه الاحتراف نتاعك والا بعد ما تعدي التجربه نتاعك تقريبا وقتها خمسه ولا ست اعمال محترفه ودون تربصات وكل شيء باش تكون اهل انك باش تحصل على بطاقه الاحتراف. ما عندها عده مزايا ما نعرفش
عم حسن عندها موضوع 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 بطاقة صحفي عندها مزايا مش لازم موضوع ما فيها حتى مزايا عندها مزايا بتقول عاملينها العم حسن بالذات مزايا تركب في الكار ما كتمش لدار الصحفي ولا وين يرحم نحاوها بدي قلوب طبعا قلك انا عندي ان شاء الله يا ربي يحييك بخير تلا دار الصحفي شلاها ودار الكاتب شلاها الدول كلش قاعد حتى الدول الاخرين شلاها شلاها اسمع انا عندي اكثر من 6 ولا 7 اعمال شاركت فيهم ما عندكش بدك تعرف مسلسلات بين مسلسلات لا بين قوس عندك اوراق كل لا مش اوراق هذه يا اوراق مسكينه محترفه مش اوراق 5 اعمال مسرحيه في بالي 5 اعمال مسرحيه يكون في غير اللجنه اي مسرحيه فقط لا تلفزه للسينما انا وقتها زيد عندك بطاقه احتراف انت زيد ولا لا دونك هذه في تونس برك خلينا نرجع لموضوع التاكسي التاكسي هي البارومتر نتاع الشعب التونسي المجتمع التونسي التلمو يطلعوا يهبطوا معك عبيد تبدا فاهم معناتها تقريبا المونتاليتي نتاع التوانسه وين ماشيه والمجتمع التونسي كيفاش يفكر انا باش عملت جو معاك مستوحات من التاكسي اسمها كونتوري ماركي دونك كل مره باش نعطيك مثال قول لي انت كونتوري ماركي ولا طلعوا ما طلعوش ولا لا انت سائق التاكسي انا لو بين قوسين سائق تاكسي صاحب سياره اجره وانا ما خدمتش برشا اي اي مثال ما دام عندك رخصه خويا كهو دورك لا نحاول هكا فكوا هذي اي نحب تحيي الساعه لاصدقائنا التاكسيستين اللي يتفرجوا فينا كل توا به يطلع معاك يطلع معاك مهذب برميلي ويحكي لك على حكايه على مسلسل فلوجه قداش تكلف له الكورسه نتمنى ما تجيش ما توتيش الكورسه هذه انا شخصيا هبطوا 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 ما نقفش بعد كله مش في ثنيتي مثلا لا مش في قاسي مع مهذب مثلا حسيت قاسي معاه لا بالعكس كان جيت قاسي رانا طلعنا وقعدنا نحكيو معناتها برشا في حكايته وكيفاش الله اعلم كيفاش تقول الامور اما دو بريفيرونس هذا الفنان نحترموه وكونفيرمي تبقينا اراء الشخصيه هذيك حاجه اخرى صحيح هو حر في رايه كل حاجه بيان سور كل حد حر في رايه هو حر في رايه علاش قلت لك انا مذهبيه معناتها ما نسيرش ما نمشيوش فرد ثنيه معناتها مش في ثنيتي جوستومون تكون الاجابه مش في ثنيتي يطلع معك جمال المداني ويقول لك مسلسل فلوجه ما فيش احداث وبطيء هذاك جمال المداني بالذات انا اخويا ساعد نحي الكونتور حبيبي اخويا جمال المداني نحبك برشا جمال انت مبدع كبير فقدناه والله اي توقف الكونتور من بعد ما يوصلوا بليش توصلوا بليش نروحوا للدار نعملوا قهوات انا وجمال هزوا معكم عم حسن بعد جمال بعد رمضان نعملوا قهاوي شيخ وقهاوي وحشينك يا جمال تطلع معك سونيا تطلع معك سونيا بن بلقاسم تقول لك سندريلا خير من تيتانيك وهي وين ماشيه ساعه؟ اصبر الكورسه وين؟ هي ماشيه هي ماشيه هكا هو يبيعها التاكسي هو رايه ونسمعوه معناها كل حد بعد بعض الحق باش يقول رايه وسوني بن بلقاسم ما عندهاش الحق باش تقول رايها لكل ذو بدلوه ولكل معناتها عنده الحق باش يتجاذب اطراف الحديث سوني بن بلقاسم هي راهي امراه هايله قلت خايبه انا محسن ما قلتش والله البارح تعرفت عليها انا اول مره نتعرف عليها مباشره ساعه في بالي مريضه انا الجمعه اللي فاتت باش تجيب حضنا هكا تعرفت عليها هي قالت لي قالت لي مرضت وبرات فيها قالت لي ما شافش عوضتني عوضتني يسر يسر عاودتها يسر نسلموا عليها برشا قولوا ان شاء الله لاباس ايه وقالت تو تجيب احذان وهي عندها طاقه جباره شبيك تضحك تفرجت فيها سندريلا عم حسن تفرجت وليد تفرجت على خاطرها الحلقه الثانيه شنو فيها؟ الحلقه الاولى حدي الحلقه الاولى تفرجت فيها كيف في حلقه بالله العظيم اسمعني يا امين وقلت لها برجوليه قلت لها قالت لي تفرجت فيها يا خويا تمكن باش يمثل ياسين بن قمره تمكن اسمعني لحظه بلا ما يتكلم حتى واحد ياسين بن قمره شنو الرول شو اسمه في الممثل لا لا ما تقولش ما تقول قول بالله ما تقولش هاكا شفت بالبروفا هاي البوليس البوليس خليك هو البوليس خليك هو لا تحرجني بالامتحان هي سالتني ليش جاوبتها قلت لها انا ريت تريف قالت لي ريت مسلسليه معناتها انت هدتني قالت لي بالقتل راهو راهو هدتني راهو والله هدتني ولا البارح مشيت نعوض تحت التهديد الراجل تحت التهديد وانا والله حبيت هالطفله هذيك قالت لي تفرج في المسلسل قلت لها تفرج شوي قلت لها مش العمري انا قلت لها يبدو لي هو يعني مستلهم من الصور المتحركه لا مش مستلهم من الصور يا ودي اسكت علي انا نسلك فيها بربي هو لا لا مين تحب تغطسني هو يبرول حبيت نحييها حبيت نجاملها انا ها هي قلت لها يا اخي تغشت برول فيها ما محلاها قلت لها اخي قلت لها محلاها انا قلت لها كيف قلت لها محلاها سي حسن ولبسها لها هي حرام وين الشيخ حقيقه حلو وبعد اكتشفت اللي عندها طاقه جباره وعندها وفوق انت صايم وقتها قلت هكيك معناها
ما نقولش سيبنا يا عم حسن عندها وفوق اللي شطوا على المراه وانت صايم معناتها عندها وفوق واسع وتخدم معاها سلم عليها برشا داير ثانيه نقولها معناتها راهو محلوله راهو قناه الحوار محلوله والدعوه باقي مفتوحه جست قبل ما تبرى بشويه قول لنا باش نعاودوا نبرمجوا ان شاء الله باذن الله معناتها جايه اخرى بعد رمضان بعد رمضان العام الجاي وقت اللي هي ساعتها مرحبا بها في كل وقت به يطلع معك فتحي المسلماني يقول لك ممثلين قبل خير ممثلين توا قداش تكلف له كورسه فتحي المسلماني صديقي فتحي يا عزيز وغالي باهين معناتها رانا قبل احنا كنا 10,000 كلفوا خاطر هي مكلفه بتبيعتها خاطر قبل كان ثم ريجيستر نتاع قناه بركه ونتاع حتى الكتيبه نتاع تويك الكتيبه تجاوزت سنوات ضوئيه معناتها قبل كنا نشوفوا معناتها من الضحكات بوكيات فهمتنا نركبوا في السياره ونمشيوا للمخفر وحتى الكتيبه الدنيا والله صدقني في سيت الاليات الاليات حاجه انا مانيش ناقد مختص بالجمله أمريت لقطة بالرسمي أثارت انتباهي توا سيت كوم السنة يتعدى وهو عمل جديد السنة معناتها جوست مو يحكيوا بالسيارة معناتها اسكو مازلت السيارة قبل قلت لي السيارة تقال معناتها توا ماش نقولوا سيارة معناتها سيارة لا أنا نحكي جينيرالمون معناتها ما تقالش سيارة صراحة نطلعوا في الكهرباء نطلعوا أنا سي خويا أمين أنا نحكي جينيرالمون ما نقصدش عمل معناتها أنا وياك نقول لك نروحوا في السيارة والله نقولوا لا 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 يا اسمعني يا عمار تقول نروحوا في السيارة أنت لا وعدت يا أمين ها؟ لا سعودي استنى في الافلام المصريه كانت اسمها اوتوموبيل وهنا في تونس تنجم يعني تقول لا قبل لا هي كي تقولها كهرباء ما تفهمش لبرا دونك ونعمل كهرباء ما تفهمش في المصنع بالسياره نتاعي شوف راهو شوف كل الوقت هذاك راهو كان ثم مسلسلات وكان ثم دراما تنجز معناتها على غايه من الاهميه وحاجة تلم العائلات التونسية الكل فهمتني وإحنا نحييهم ساعة كل الممثلين والأساتذة اللي تربينا عليهم على الفرجة معاهم فهمتني أجيال وأجيال تبقينا في فتحي وفتحة بركان العادي معناتها أبليكي حتى التو مازال موجود بالكدا ونحبه ونحب خدمته برشا أما الكتيبة نتاع تويكا زادة مهمة معناتها ماهوش نفس التصوير ماهوش نفس الإيمان واضح ماهوش نفس التصوير سؤال أخير سؤال أخير هل يطلع كان يطلع معك مسؤول من التلفزة الوطنية أهلا وسهلا معناتها مسؤول برمجة في القناة الوطنية يقول لك أنا اللي قصيت مسلسل الجبل الأحمر في الحلقة 20 عندي 24 ما حبيت نعدي 20 كهو طلعوا معك ساعة ولا أنا ما همش نقول لك حاجة ساعة معناتها نقول ساعة سيدي المحترم هذاك المال العام نتاع المؤسسة الوطنية فهمتي في إطار ترشيد استغلالك للمال العام وفي إطار أنك كيفاش أنت قبلت الصفقة نتاع باش تخدم مسلسل ولا باش تخدم سيت كوم ولا حاجة فهمتني معناتها سوكي شنو لي كونديسيون كيفاش اخيرا ناخذ انا مسلسل باش نعمل فيه 24 حلقه ماني عملت لجنه وعملت عباد وخذا والنص وقراوه وكل ما شيء بعد نجي نبدا نصنصر فيه لا ما تفهموش على 24 ما فهمش نحكي ولحوا سامحني وليسيكونس اللي تنحاو اللي صاروا تعطى يا عم حسن احكي فين هذا الخميس الموضوع صارت سامحني وصارت في احنا عملنا زاد كيف عملنا في غلاوت عملنا تجربه في الوطنيه اثنين مع منتج التو مازلنا ما خلصناش وما حتى شيء وعملنا نداءات ما هي نداءات كلام ناس بكري ما فيها المرحله هو هشام رسم الله يرحمه عمل اضراب جوع باش عندها كيفاش تقبل زاد الدوسي فهمتوا عباد ماهيش مصحه كونتراتواتها وماهيش التو حتى كونتراتو ما خلصناش فيه فهمت والله نقطة استفهام كبرى على المسؤولين هذا ما فهمت احنا راهو نقولوا هكا ديدانونا انا نحب مؤسسة حتى وطنية ما خلصتش لحظة حتى ماذا بينا المؤسسة الوطنية ساعة تعتني بدورها في الدراما انا تنتج اعمال كما كل دولة متبني الاعمال الدرامية نتاعها تقدم تاريخها تقدم ملاحمها تقدم شخصياتها التاريخية وهذا دور الدولة دور المؤسسة الوطنية مش باش يجيبوا مسلسل ولا والمخرج نتاعه ماهوش تونسي والممثل ما نعرفش شنو فبالتالي ان شاء الله في العهد الجديد نشوف برشا حاجات تمس يا سيدي ان شاء الله عيادي دائما الخيده وليله 27 في ليله قليله كيما هكا نحكيو على حوايج العيد جوست بعد ما حكينا عليهم صديقنا طايف الفيتير هذا حوايج العيد عادة عند التوانسة فترة هذه الناس يهبطوا للشارع يشريوا حوايج العيد لصغارهم باش يعيدوا بهم اما كيما كل عام يصير حديث على غلاء الاسعار ترقى الاسعار بالنسبة لطفل صغير بين 6 7 سنوات تلقاها في حدود 300-350 دينار أما كما كل عام يصير حديث على غلاء أسوام الحوايج اليوم سألنا بعض المواطنين على أسوام الحوايج وشريوا لصغارهم ولا ياخذوا حوايج العيد ما عادك التوانسة كل عنا والعرب بصفة عامة اللي ما يخممش على بكري ويشري قبل بالوقت ما عادش يخلق مسكين غالي ياسر للسوق عندي 4 بنيات نشيلهم للعيد نتاعهم نشيلهم حوايج كل عيد كما الناس الكل يكفوا نتاعهم ما كانت الأسوام مش كما توا لا كاليتي الكاليتي ما فماش والغلاء
ما كان باش تخزر الفوق ما يخصكش من 400,000، اما كان مش تمشي 200,000 250 هذاك مسطور يخرج مع الصغيرات. غالي بصراحه، انا نشوف غالي بصراحه، غالي مساكن الرواتب الشهريه نتاعها من ضعيفه. اللي عنده زوز وثلاثه انا متحقق على كونه ما عادش باش يخلط وما يخلطش باش يكسي ولاده، فهمتني؟ لانه شهر رمضان الساعه عنده مصروف الخاص، ثم بعد يجي التتويج تاع شهر رمضان حوايج العيد، منين باش يجي؟ نار يا حبيبي نار، شيء يوقف المخ. وليده صغير تتكلم لك من 180 200 دينار. مسكين البو ولا الامي لازم اوبليجي باش ينحي منه منه وباش يشري وكاو، ما عندوش حل اخر. الاسعار السنه زادت بنسبه 20% مقارنه بالعام اللي فات، وهذا خاطر السلعه كلها جايه من الخارج. مقارنة بالسنة الفارطة نلقاو كمعدل إجمالي تلقى زيادة تقدر ب 20% مقارنة بالسنة الفارطة. فل صغير نحن شفنا السوق وشفنا بالغالي وبالمتوسط اللي موجود في السوق، سورية وبلوزون وتعرف الطقس قاعد يتبدل توا باش تلقاه في حدود 150 120 دينار، هذا كمعدل ما مشيناش للأسعار الخيالية اللي نشوفوا فيها. أما أغلبية السلعة المطروحة في السوق حالياً الأسوام غالية برشا. نلقاو اللي 80% من التوانسة نشريو في منتوجات موردة تحديداً من تركيا والصين، وهنا نحكيو على الفرانشيز وعلى التجار اللي يخدموا تحت العلامة الأصلية اللي هما الرافعة متاع الأسعار. هو صحيح فما سلعة غالية وسلعة رخيصة وكل قدير وقدره، وحدا كان باش ياخذوا سلعة أقل جودة المنتوج باش يكون ما يشدش ياسر. يا سيدي عيادي وسنين دايما شي تحويج العيد حنان ولا مازلت نشري لولدي برك بالحق غالي برشا. قداش البيدجي باش تشري له؟ بقداه غالي برشا من عمي ولسني ديجا 200 دينار 200 شو تشري له؟ جيبو شاي ولا ماني عارف 200 شو حتى صبت ما جيبو تقرنط يعني سبيدري سبيدري عنده ديجا لازم يجيبو شاي. انت دار امور سبونسورات دار ما نبات خلص في حاجه. باه عمار باش تشري حوايج العيد ولا لا؟ لا ما شريتش. باش تشري الروايات حوايج العيد ولا تعطيها بيدجي هي تشري؟ حتى نشري لروحي والله مصر انه يورط روحه بالسيف. لا هذا انا نحب كل عام حوايج عيد هكا نستبخت بيها ونحب مهبه زاد. تاخذ ساك يحطوا لك فيها المهبه؟ اي ناخذ عند بابا ومالتا ومهبه. قداش يعطيوك مهبه بوكم؟ تو ديبا كاش عمي والقداه مثلا؟ 200,000 كل واحد 200؟ اي دلولي انا راني في العائله الصغروده. شريت حوايج عيد صغيرات ولا مازال؟ لا مازلت واللي كنتي زاد مازلت؟ لا ما نشيش حوايج عيد انا. والمدام؟ على روحها تشري على روحها. إيه انت عندك إيه؟ افونتاج اجنبيه. لا والله شوف انا مش فرق كبير ما حد شيء يعني يغركش. باش تعطي مهبه للصغيرات ولا نعطيهم؟ قد ايه تعطيهم مهبه؟ بالدولار ولا بالدولار؟ بالدولار 100 دولار كل واحد 100 دولار 100 دولار مني امشي لي ولادك احسن لي تبنانا هاي تبنانا الليله. باه منصف تشريت حوايج العيد لولا انا بجيتك جيت جايك شريت حوايج العيد تسمع على ميواتي هاك اوكي وحريدة تقعد والله باللي بالتيكي نتاعك والله ولا حاجه قبليك ما حصل فيك والله بالتيكي قطع بالصحه خويا بارك الله فيك. قد ايه البيدجي نتاع حوايج العيد نتاع الصغار السنه؟ والله كل عام وقت قداش شريت السنة؟ قداش السنة؟ قداش شريت الكيس؟ نقول لك بعطي لي السنة السنة قداش البيدجي؟ السنة خير باهي ان شاء الله باهي عاد فولة السنة تعطيهم عينيا صغاري ربي ان شاء الله يفضلك ليهم ان شاء الله. باهي عام حسن اسمعني مازلت ما حسمتش امري البارحة الاولى كلمتني السيدة فاتورة ضو فاتورة ماء استنى يا ولدي ولدي واخو كان تشوف الفاتورة كلمتني السيدة زوجي قالت لي نعمل لك فورفيتير فورفيتير الصغار وهي في حق الماء هذاك الملح والماء والضوء والغاز قديش الفورفيتير؟ مليون ظاهره مليون. لا انا قلت لها مازال ما صبوناش ما تحكيش معايا في الموضوع هذا جمله. لا ما دام كانت فرج راهو صبينا له مازلنا كي صبينا له. قد ايه مليون عملت لك فورفيتير؟ لا والله لا شبيك يا ودي صلى على محمد نتعارك معها على 600 قالت لك عملناه تو حوايج العيد لثلاثة صغار يا مفتري وماء وضوء وما حق ملح ب 600 دينار جاينا بتصرف على وحلو وغريب ما فهمتش انا ولا فهمت وعدهم يصرف على روحه قالت لي عايشه وهي اكا وما نستعرفش بالاخرين انا يعطيها مليون مازالك اعطيناك 10 مليون. لا ما يسلي علي ما تعمليش مشكله فما ناس اخرين تسمع هاي يا ودي هاي بايا شريت حوايج العيد للاولاد ولا؟ اي اي انا كل عام لازم قد ايه بتجيب معناتها السنه حسب التقريب؟ هو عاملهم يزيدوا شويه يكبروا شويه يطولوا شويه عملت غلى الحكايه معايا دونك البيدجي مانيش عملت لهم بيدجي اما هما محليهم ربي يهديهم وليداتي امين يا ربي ما يغزروش
ما يشوفوش الحاجات اللي غاليه. بعد ساعات نقولوا هذيك راه بالسوم هذا، يقول لي بيونا مش ياسر، قولوا ياس، قولوا لي باهي ناخذوا اقل من شي زوز منها. ان شاء الله ربي يفضلهم ليك يا باهي وربي يفضلك ليهم. زيد زيدون يا باهي، محلاك حضرت معنا الليله، برافو على دور مره اخرى في فلوجه، تصفيقه كبيره برشا لي، تصفيقه كبيره برشا ليك سي منصف، ملا دور ممتاز، شيختونا السنة شيخنا معاكم السنة حاجه ممتازه برشا. اللي عنده ومضه اشاريه قبل نهايه هذه الحلقه فليقول الان او ليصمت للابد. تفضل حنان. ميرسي لو رويوم دو لا ماري موني وسيرين بوزيد على التونيو المزيانه هذه، ميكا بور لو ميك اب اي ميكلو جو تيم تري فور. ميرسي ستيفانو روسي على لبسه الحلوه، وميرسي صديقي عزيز جوزيف كوف. ميرسي ارتيزانات على الجبه الحلوه هذه، ديدو على المكياج. صالح برك على الفيستا. اني صالح صلي على النبي. باهي سي المنصف بالفلوس ولا امضى شهري؟ ديري. ديري فهمتي. تحيه لزوجتي فهمتي بارك الله فيها. ربي يفضلك لها ان شاء الله، ربي يفضلكم. تحيه سي حسن زاده ولكم انتم على السيدات يعطيكم الصحه. دونك فوالا عم حسن ما عندكش ما مضاش. لا عندي عندي لابس كسوه، خزوني جبه جبه مش كسوه هذيك. وجي راه ودي هذه بعثالي جماعتي في باب السويقه نهار الكل مش عتاب. بعثالي عتاب باب السويقه عتاب رضوان بارك الله في الشيات، وبعث لي مع خويا وحبيبي شكري مع الكابتن الكابتن خالد التواتي. خالد حسني خالد التواتي حبيبي خالد حسني بعث لي والله هذه الجبه، قال لي 27 لازمك تحضر بها مع امين قار. قال لي بعث لي امين سلمنا عليه، قال لي بعث لي امين راه عنده يعني مقترحات لك انت به. هاي يا سيدي مرسي يا عتاب بعض رمضان نمشيو مع بعضنا. انا دونك هميمه بنتنا ميرسي على الميزون بوتي على المكياج وشعري وكل، تعمل في مجهود كبير معايا الحقيقه. عايشك هميمه ولبستي كرياسيون باي بايو كالعاده فوالا. يعطيك الصحه بايو، نحب تحيه كبيره برشا جوزيف كواف صديقنا عزيز صديقنا حما. ان شاء الله رمضانهم مبروك تعدى، وان شاء الله يا ربي يعيدهم مبروك بالمسبق. الاولاد يعطيهم الصحه الحق مش مقصرين. نحب تحيه تصفيقه بالرسمي على حما وعلى عزيزي اللي جينا لهنا. تحيه كبيره برشا هاني كوليكشن على الكوستيوم تاع الليله. المرقوم ميرسي على الديكوراسيون المزيانه اللي حاضر هنا في شهر الفضيل في شهر رمضان. زيوس يعطيك الصحه، بارك الله فيك زيوس. ببليك ان شاء الله ليل 27 مبروكه سعيده. سادة المشاهدين تقابلوا سهريه العيد قد تكون يوم الخميس القادم، وليلتكم زينه. في الامان، باي باي. سكر محلي محطوط على كريمه، كلامك شغلني وعينك بتسيها، فهمت عيني من قبل ما تكلم، مش عايزه غيرك ده قلبي مسلم.